خلينا ننتقل لموضوعنا هسه، الموضوع اللي مخبوصين به احنا. قالت كورونا وحكيت كورونا والكوفيد 19 ما إلى دواء ما إلى دواء، وشو ما إلى دواء؟ هو صح نوفل فيروس ما نعرف المكونات مالته، بس هي التجارب السريريه الكلينيكال ترايلز اللي سووها غير دول ممكن نعتمدها. يعني انا مو شرط اعيد الكلينيكال ترايلز بالعراق على الايراكي بيشنت، هو الايراكي بيشنت راح يختلف على التشاينيز بيشنت، يختلف بالبيهافير مالته. اي صحيح هذا ما يلعب رياضه ذاك يلعب رياضه، بس كبادي هو يعني كبادي ما اعتقد يفرق، يعني كعلاج ما يفرق. فاذا انا اذا الصين سوت كلينيكال ترايلز ونجحت على الكلينيكال ترايلز، انا استخدم الدول الناجح بالصين او بروسيا، بس كوني كلينيكال ترايلز هي كريديبل يعني هاي كواليتي. يعني انا ما عندي مشكله هي روسيه او صينيه او امريكيه، يعني هاي ريكفري بريطانيه هسه كل الناس تصيح ريكفري كلينيكال ترايلز هاي كواليتي. ليش؟ لانه الناس عندها ثقه بالمؤسسه البريطانيه ان يسوون كلينيكال ترايلز يسووها هاي كواليتي، ياخذون راندومايزيشن وياخذون بلايندنس ويسوون كونسنت يعني ما عندهم بايس، ما عندهم فالسيفيكيشنز للداتا، ما عندهم فابريكيشنز للداتا. يعني جزء احنا بعض الدول نبدي نعيب عليها اذا ينشر بمجله اسيويه مو مثل ما ينشر بمجله امريكيه، ينشر بلانسنت مو مثل ما ينشر بايجن ما اعرف شنو. فنكون واقعيين احنا كساينتست احنا عندنا بايس، بس البايس مالنا على اساس علمي. يعني انا من يجيني بحث منشور بمجله عاليه بامباكت فاكت مرتها 10 لانسنت او غيرها او الامريكان ميديكال دايركتور والامريكان ميديكال اسوسيشن جاما وغيرها، عندنا هاي كواليتي جورنال مستحيل البير ريفيو مالته يعبر لو كواليتي ريسيرش. اذا عبر البير ريفيو مال هذول المجلات انا اعترف فيه راسا، اني كباحث اقول اني ما احتاج اني اجرب بعد على المرضى العراقيين، ما هم جربوه ما هم جربوه اوكي، بس خلي بالك في كارت رايه مالتهم اذا زينه اوكي، ما هم جربوه. الكوفيد 19 نرجع ونقول احنا ما عندنا الوقت هسه نبدي من الصفر نسوي فروم سكراتش نوفل ميديكيشنز نجيبها من البحر ونصنعها ونطلعها من اللؤلؤ او من النبته ونسوي الاكستراكشن وهذا، لا. احنا اذا هو دواء اوريدي ابروف تو اذر ديزيز، يعني هو اوريدي ابروف للاتش اي في للاتش انفلونزا للملاريا، هو ابروف وسيف يعني داخل اف دي اي داخل، بس مجرد نسوي ري بيربسنج نحوله على كوفيد نسوي الكلينيكال ترايل اللي هي اما فيس 2 او فيس 3، اذا سيف وافكتيف بالكوفيد 19 اوكي نستخدمه خلاص. هاي كلينيكال ترايلز اذا قالت شيء هاي اسمها ايفيدنس بيس. ليش احنا حابسين نفسنا بالايفيدنس بيس ميديسن؟ ايفيدنس بيس ميديسن يعني هو كلينيكال ترايل بيس. خليها ببالك نرجع لكوفيد 19، تدرون هسه اكو مئات الادويه اندر انفستيجيشن او عشرات، وعندنا عشرات الفاكسين اندر انفستيجيشن، وما شاء الله هسه اكو اخبار زينه انه جامعه اكسفورد بالتعاون مع شركه استرازينيكا راح تسوي الفاكسين مالته راح ينزل بسبتمبر اور ايرليير اللي هو حيكون از انهيلر. وي هوب سو، طبعا وي هوب سو، لانه تعرفون كوفيد 19 كيلد اباوت لايك هاف مليون بيبل سو فار and affected 9 million across the globe. So صراحة خلينا نجي على الأدوية اللي نستخدمها هسه إحنا كCOVID 19 للكورونا فيروس. مثلاً عندنا هاي الدراسة الصينية سويت لها ليست ريميديزيفير وعندنا بافي بيرا فير. طبعاً الريميديزيفير هذا الكلينيكال ترايلز مالته النتائج مالت افضل. الفافي بيرافير اللي هو الدواء الروسي دي ادفيرس ايفنتس اكثر، انا ما اريد اخذ تفاصيل اكثر بس ايضا شو افكتفنس، بس عنده ادفيرس ايفنتس اكثر، ثرومبوسايتوبينيا عندهم انتراتوجينيسيتي مثل طول البريجننت موبن. وطبعا اكو اذر مثل عندنا كلوروكوين هيدروكسيكلوروكوين تعرفون عليها فالارجومنت كبير، بس لحد الان لها دور لانه هي لحد الان ما نعرف شلون تشتغل، ما تشتغل كاميون موديليتر ممكن تفيدنا بالسايتوكين ستورم. لحد الان هي ممكن تستخدم في بعض دول العالم من ضمن العراق واكو لها انديكيشن. الكاليترا اللي هو لوبينيفير وريتونافير هذا كومبينيشن اصلا مال اتش اي في، ايضا
هسه حتقول انت هذني الادويه منين يجيني؟ احنا ما عندنا ادويه مال احنا ما عندنا ادويه، مو هو لازم احنا هسه عندنا حرب ويا كورونا فايروس، لازم نستخدم كل اسلحتنا. يعني ما معقوله اني فايروس جديد، صح هو فيروس جديد وما له علاج، بس ما يعني انه انا اعوفه وبس هاي هو اتفرج عليه، لا لازم كل في العالم قامت تجرب كل الادويه اللي ممكن تشتغل، شافت الانزيم مالته انه هل البوليميريز انزيم ار ان اي بوليميريز يا هي تسوي انهبيشن للبوليميريز، جابوها الادويه انترفيرون، اكو عندنا ازيثرومايسين ايضا الى رول، اذا اكو ادويه ثبتت نجاحها من ضمنها الادويه اللي استدنا. اني موضوعي انه مو كوفيد 19، بس اني دام اعطيكم مثال على كوفيد 19 على المود يصير المحاضره يعني جيت بنفيت. يعني احنا هسه في خضم كوفيد 19، اذا اني شنو الغرض من الكلينيكال ترايلز؟ اني موضوعي مو موضوع جاف، موضوع اقعد انظر براسكم وبعدين انت ما تستفاد شيء، انا اريد اربط لك الباك جراوند مال الكلينيكال ترايلز وشون ممكن انت تسوي جادجمنت اكاديميك جادجمنت. يعني انا ما اريد بيرسونال جادجمنت، يعني احنا رجال طبيب الفلاني نشر بالتلفزيون الدول الفلاني، انا ما هسه ما مسوي عليه جد، وراسا بعدنا احنا ما شفنا وما فهمنا كل شيء ونزلت البوستات يجرب الحجامه براس اليتامى، هذا واحد من البوستات. يعني احنا بس خلينا نسمع على كيفنا، خلينا نسوي اكاديميك جادجمنت ساينتفك جادجمنت، بعدين راينا هم يكون ساينتفك. يعني انا من ارضى ساينتفكلي وذ ريزن افضل ما ارضى وذاوت ريزن. خليها ببالك. اذا كوفيد 19 كل الادويه اللي هسه باللسته اللي ذكرتها كل اللي بنسوي احنا ريبيربسنج، كلها ريبيربسنج. يعني شنو؟ يعني نحولها من الاتش اي في انتي اتش اي في انتي انفلونزا الى انتي كوفيد 19. اذا ها ما يراد لها ستارتد فروم سكراتش، ما يراد لها اسمه بري كلينيكال ترايل، ما يراد لها فيس 1، هاي راسا فيس 2 فيس 3، راسا افكتيفنس وسيفتي، راسا نص على الافكتيفنس وسيفتي. فيس 2 اذا ما متاكدين من الدوز ممكن نسوي فيس 2، واذا متاكدين من الدوز نصعد فيس 3 راسا. راح تقول لي هاي منين لقيتها الكلينيكال ترايلز؟ انت منين تجيب لنا اياها؟ اكو موقع امريكي كلش مهم لتسجيل الكلينيكال ترايلز، اي واحد يبلش بالكلينيكال ترايلز قبل ما يبلش يسجل الكلينيكال ترايلز مالته بهذا الموقع اسمه clinicaltrials.gov. اذا تروح على الكونديشن تكتب كوفيد 19 راح تطلع كل الادويه المتعلقه بالكوفيد 19. خلينا نسوي لكم ريفيو بالاونجوينج كلينيكال ترايلز المتعلقه بالكوفيد 19. طبعا كلينيكال ترايلز انا بس كتبت كوفيد 19 طلعوا لي 2000 اونجوينج كلينيكال ترايلز. تصور اكو 2000 كلينيكال ترايلز اونجوينج على ادويه وفاكسين متعلقه بالكوفيد 19، 2000 ناس دا تشتغل. يعني العراقيين مرات يسمعون هذا يجربون براسنا ادويه، العالم كله دا يجرب 2000 تجربه بالعالم كله اكو على الكوفيد 19، دواء جديد لازم نجرب له دواء، لازم نجرب احنا. طبعا احنا ما نجرب دواء جاري من الشارع، اكو دواء هو ابروف بس مجرد كان يستخدموه لغير مرض وجبناه، احنا ما جايب لك دواء يعني مخترعه من التراب وجايب لك اياه ومعبي لك اياه بالكبسوله، جايب لك اياه مصنع وابروف من وزاره الصحه ومن الاف دي اي. اكو دواء فاكسين جديد الامريكان دي يشتغلون عليه، بس هاي الكلينيكال ترايلز مالتها خلينا نسوي لها جادجمنت بسيط. الكلينيكال ترايلز مالتهم هي اوبن ليبل. ليش اوبن ليبل؟ لان ما معقوله اني انطي فاكسين واقول له انت ما تعرف هذا شنو الدواء قدك، هو دا يعرف، هو جاي دا ياخذ الفاكسين، هاي اوبن ليبل يعني ما بيها راندومايزيشن، ما بيها بلايندنج. انطي فاكسين وعرضه الى ريسك مال كورونا فايروس، اخليه بالخطوط الاماميه مال الجيش الابيض مال الفيرست لاين ديفنس. اذا انصاب طبعا، اذا انصاب معناه الفاكسين ما اشتغل، واذا ما انصاب يعني الفاكسين اشتغل. اذا هو انترفنشنال باليونايتد ستيت، الموقع اكو 155 بارتيسيبنت. شوف المواصفات مالته، اذا تريد تملي كلينيكال ترايلز يعني اني ذول الاطباء وغيرهم اي واحد اني من الناس اذا اريد اسوي ديزاين لازم تسالني هاي الاسئله كلها اجاوبك عليها قبل ما تقدر انت تسوي جادجمنت للكلينيكال ترايل مالتي. هي نون راندومايزد لانه احنا ما عندنا جروبين نقسمهم، هو جروب واحد راح نعطيهم سيكونشال اسايمنت راح نعطيهم بالتتابع، نون بلايندنج، اوبن ليبل، بريفنتيف، هنا مو تريتمنت لانه فاكسين بريفنتيف. وهذا فيس 1، ليش فيس 1؟ لانه احنا ما محددين الجرعه مالته، ما محددين
احنا هنا مو العفو فيس 1 مو مال الجرعه، فيس 1 هو تو ميجر ذا سيفتي، نريد نقيس الامان مالته. وطبعا محددين الستارت داي ومحددين الاند داي. يعني مثلا هسه تقول لي لعدل شو تقيس انت؟ تعطي فاكسين شو تريد تقيس؟ بالفيس 1 ما اقيس افكتفنس او لو حتى اقيسها بس مو هي المين اوبجيكتيف مالتي. اقيس السيفتي. اهم شيء ما يسوي ميونولوجيك ريأكشنز، اهم شيء ما يسوي سيريس ادفيرس دراج ايفنتس. اذا فيس 1 خلي ببالنا السيفتي، وي ميجر ذا سيفتي. طبعا انكلوجن كرايتيريا لازم يكونون هيلثي، لازم ما تكون بريجننت وومن، لازم اهم شيء عندهم هم الكونسنت يعني الموافقه، والموافقه خطيه تيجي توقع على مسؤوليتي اني اوقع اخذ هذا، لانه برا بالخارج اذا اخذ الفاكسين ومات اهله يرفعون قضيه على الشركه او على الجامعه اللي مسوي الفاكسين. اذا هو موقع اني اوافق لا ابو المحكمه ما بيقدر يحكي. اذا هاي الفورم احنا مرات نطلبها من الباحثين مالتنا يتعزون يجيبوها او مو يتعزون، يقول لك احنا مجتمع العراقي بس تتوقع على انفورم كونسنت يخاف. مو انت هاي تحمي نفسك بيها اذا صار بي شيء انه هو موافق، فهي ترى الكونسنت فورم تحمي الريسيرشر قبل ما تحمي البارتيسيبنت. طبعا للبارتيسيبنت الكونسنت فورم بيها الديتيلز والاوبجكتيف وبيها الريسك. يعني انا لازم اقول له الريسك شنو؟ ما معقول انا اغشه احتمال يموت هو بعد الفاكسين. لازم اقول له احتمال عندك انت تقبل تشارك، لانه هي مشاركه مو بلاش عاد ينفهم فلوس. تقبل تشارك هلا بيك، ما تقبل تشارك لا خير خلي غيرك يشارك. انا ما معقول تصير بك شيء وبعدين انا اتحمل مسؤوليته. اذا شنو الاوت كم القصه بهاي؟ قلت لي الفاكسين، اقول لك شنو الاوت كم. كل هذا انا اريد اقيس ادفيرس باك ايفنتس وتيراتوجينيسيتي والريأكشن والايمونولوجيك ريأكشنز. اريده سيف يعبر فيس 1 يروح فيس 2 اقيس الدوز. اذا بعدها فيس 1. الدواء الثاني شنو الدواء الثاني؟ لقاح قديم كنا ماخذين مال تي بي مال سيل اسمه بي سي جي. هذا البي سي جي اللي جربوه بنيذرلاند هولندا على هيلث كير بروفايدرز. الاوت كم ميجر مالتهم تو بريفنت او تو ايمونايز ابسنتيزم. ما يريدون الاطباء يغيبون. ليش شلون؟ ينطيهم بي سي جي ويشوفون هل جروبين هم ناس وذ بي سي جي وناس وذات بي سي جي. الجماعة البي سي جي شوفوهم هل حينضربون بالفيروس ينصابون؟ إذا انصابوا معناه حيغيبون من الشغل. إذا إحنا جروبين، جروب عندهم بي سي جي وجروب ما فيهم بي سي جي. طبعا هاي بلاسيبو كنترول. بلاسيبو كل شيء ما ينطيهم أطباء عادي يعني حالهم حال الناس. والجروب الثاني ينطوا بي سي جي ويقيموه مثلا ورا الشهر. يشوفوه يا مثلا هاي جروبين 50 طبيب 50 طبيب ورا شهر ايش قد من جماعه البي سي جي انصابوا وايش قد من جماعه النوثينج او البلاسيبو انصابوا. طبعا هي هاي راندومايزد يعني بيها مجال للراندومايزيشن او 1 تو 1 1500 طبيب مشارك فيها هنا او هيلث كير بروفايدرز. طبعا هاي الماسكينج مالها البلايندينج راح نخلص ان شاء الله بوقتنا 10 دقائق نحاول نسلك. البلايندينج مالها كلش مهم. انا ما اريد يعرف الطبيب هو ماخذ بي سي جي لو ما ماخذ. طبعا انا راح انطيه بي سي جي وذاك راح اعطيه بلاسيبو، هم انطيه اوبرا بالكتف بس انطيه اوبرا يعني جزء فيتامينات بس ما اقول له هاي بي سي جي وهاي مو. ما اريد البيهيفير ماله يختلف، اريد على البيهيفير مالته نفسه. خاطر الدكتور شيماء داعش بالعربي كله خاف بعض الحضور عندنا الجسمي. زين علينا. زين. الماسكينج مهم، البلايندنس مهم، هنا كوادريت بلايندنج، يعني لا البارتيسيبنت يعرف. دكتور خالد بس راح اخلص ان شاء الله واستلم السؤال مالك، عذرا، هسه بس خلي اخلص دكتور خالد ثاني مو على مود نتفرغ لكم ان شاء الله. عندنا البارتيسيبنت دزنت نو، والكير بروفايدر دزنت نو، والانفستيجيتر دزنت نو، والاوتكم اسيسر دزنت نو. كلهم يعرفون. طبعا هاي هايست كواليتي من البلايندنج. سوري دكتور خالد راح اجيك بس اخلص بعد 10 دقائق. انكلوجن كرايتيريا انه هو البي سي جي لازم يكون هيلث كير بروفايدر يشتغل بالمستشفى، يعني انا مو اجيب لي واحد طبيعي انسان طبيعي وانطي بي سي جي. وطبعا مو بريجننت لازم اكسكلوجن كرايتيريا ولازم ما عنده انفكشن ولازم ما عنده هيستوري مال تي بي ما اريد ادوخهم بيها.
الدواء الثالث اللي هو انا هذين الادويه صعب اعرفهم ريمديزيفير، هذا الدواء اللي هو اسم موست بروميسينج. طبعا الكلينيكال ترايل هاي بسيطه بها 40 بارتيسيبنت راندومايزد، هذا الشيء زين. بارلل اساينمنت الفيس 2 اذا تنتبهون، انا دا اسوي مقتطفات، انا دا اشوف الكلينيكال ترايلز اللي اني علمتكم عليها او مشينا خلالها، دا اريد اشوفها دا تطبق دا تطبق. يحددون الفيس يا فيس، ويحددون البارتيسيبنت، يحددون هل هي راندومايزد او لا، هل هي بلايندد او لا، يحددون السامبل سايز، الهاير سامبل سايز هي بيتر، راندومايزيشن اذا بيها يكون بيتر، اذا بلايندنج بيها يكون بيتر. لان كل هن يلعبون دور بالكواليتي. اذا باي كلينيكال ترايلز اكو لازم شيء اسمه افكتيف ميجرز، انا اكو هالشيء اريد اقيسه. انا ما معقوله اذا اجرب دواء مال كوفيد وما اعرف شو اقيس، لا شنو اقيسه بالكوفيد؟ اقيس مثلا number of hospitalization day، number of days to viral clearance، شو وقت يطلع الريل تايم بي سي ار نيجاتيف؟ مثلا هذا بخمس ايام، هذا باسبوع، اقيس كم يوم نحتاج لنا من استخدمنا الدواء لحد ما يطلع التيست مالتنا نيجاتيف، هذا outcome. number of hospitalization outcome، number of days of hospitalization outcome، والبرسنت او rate of death هذا outcome. هذين الاوتكمز المهمه اللي عندي بالكورونا فايروس او بالكوفيد 19. اقيس التايم تو ديث، العفو التايم تو نيجاتيف بي سي ار مورتاليتي ريت، واقيس طبعا الساين والسيمتوم ممكن تكون سكندري اوتكم هوسبيتاليزيشن داي. ان شاء الله راح نخلص ثواني ما بقى لنا شيء عن نبلش بالاسئله. اعتقد اللينك خليت لكم اياه دكتور زينب، اللينك مال الحضور بالشات اذا تسجلون الحضور. لا تنسون ايميلكم، وبعض الايميلات مرات تطلع ما واضحه، خلوا تليفونكم عم توصلكم شهادات الحضور عن طريق الواتساب. اذا ريميدي فير هذا النوع من الانترفينشن هو انترفينشنال فيس 2. فيس 2 اللي نحدد الدوز، شلون نحدد الدوز؟ كل ارم هي الدوز مالتها مختلفه، كل جروب الدوز مختلفه، كل مره نعطي الشكل عم نشوف ياهو يشتغل احسن. فالفيس 2 نسويه لما نريد نحدد الدوز. اوبن ليبل نقطه ضعف، ما بيها راندمايزيشن، ما بيها بلايندنج العفو، ما بيها ماسكينج. اخيرا نجي على دراسه جديده او اونجونج، هي اصلا بنجلاديش، استخدام الكونفلسنت بلازما. كونفلسنت بلازما كنا بدنا نعرفها، هذا الكونفلسنت بلازما هي بلازما اوف ريكفرد بيشنت افتر 14 دايز اوف ريكفري. ناخذ من عندهم بلازما للاشخاص اللي طابوا، ناخذ بلازما من عندهم من 200 الى 400 سي سي، ونعطيها للبيشنت ويز مودريت اور سيفير كيسز وات ايفر. عندنا 3 ارمز مثلا، الارم الاولى نو انترفينشن، يعني او طبعا ان اثيكال هو نو انترفينشن، خلي ببالك. اعذروني يعني دقائق واجاوب اسئلتكم، خلي بس امشي سريع على هذا الدراسه بيها 3 arms. ما يصير نطي arm without treatment، ليش؟ unethical. انا نسيت اقول لكم اياها بس هسه ذكرتها. unethical اذا patient عنده chronic disease او عنده disease وما تنطي دواء. اذا راح تقول لي لعد الكومبارزن جروب او الكنترول جروب ايش راح اخلي بيها؟ راح تخلي بيها اليوجوال تريتمنت. يعني هسه مثلا احنا بوزاره الصحه اليوجوال تريتمنت مالتنا هو اوكسجين انكسوبارين وانتبايت فلويد وستيرويد، هذا يوجوال انطيهم اياه. الارم الثانيه هذا الدواء كله هسه حكيته بلس زائد البلازما، حضيف بس البلازما على الادويه، يعني الادويه اثنين هن نفس الشيء، بس بهاي الجروب الجديده راح اخلي بلازما 200 سي سي، وبالجروب الثالثه ما اعرف شلون واحد شخبط على السلايدات، الرجال يشخبطون على السلايدات. وبالجروب الثالثه 400 سي سي من البلازما، ماشي شباب؟ العفو اساتذتنا. يوجوال تريتمنت، يوجوال تريتمنت بلس 200 سي سي بلازما، يوجوال تريتمنت بلس 400 بلازما. اعتقد قربنا من الانتهاء. اذا اوتكم ميجرز هو الهوسبيتاليزيشن مورتاليتي. و time to death, mortality rate,
ومنقيس شقد ماتوا بهذا الجروب وشقد ما ماتوا بهذا الجروب. هذا واحدة من المورتاليتي ريت، هذا outcome measures. Secondary outcome طبعاً السين والسيمتوم والفيفر والرسبيراتوري ريت والأكسجين ساتوريشن، هذا إحنا كلنا نهتم به، هذا secondary measure. شو تريد تقيس؟ أنت قيس، أنت قيس كل شيء بس مو بالأخير تقيس كل شيء. يعني أنت لازم من البلان حدد ال primary secondary، يعني أنت مو تقيس كل شيء وياه يطلع بعدين تقول أنا قست، لا لا، عندك بلان primary secondary primary outcome، لأنه من السجلة يريد منك primary secondary. الدول الروسي فافي بيرافير هاي كلينيكال ترايلز مالته، طبعا هو هاي عند احكي لك كلينيكال ترايلز اللي ان جوينج اب كلينيكال ترايلز كملانه، انا احكي لك اللي عندي اللي طلعتها لك كمثال. هاي اوبن ليبل ما بيها ماسكينج، ما بيها بس بيها راندومايزيشن على 50 بيشنت. الارمز مالتها اما نعطيها 1800 مرتين باليوم، والكنترول اللي هو اليوجوال ثيرابي، اكو واحد يوجوال ثيرابي وواحد يوجوال ثيرابي بلس البافي بيرافير. نوج كرايتيريا كل الناس اللي عندهم كوفيد. اذا بشكل مختصر اذا نريد نسوي كلينيكال ترايلز لازم عندنا افكتيف ميجر، اكو شيء نقيسه قبل التدخل وبنهايه الترايل. يعني مثلا ابو الكانسر اذا نريد نسوي الكيموثيرابي نريد نقيس مال كلينيكال ترايلز، عندنا different effective measure، عندنا disease free survival, overall survival. إذا واحد عنده أسمة مثلاً ال sign symptom مال أسمة، فأبو رومارتايد arthritis effectiveness هي pain free. شنو الفرق بين effectiveness والefficacy؟ effectiveness هي ال real time efficacy، يعني effectiveness بالمستشفيات، efficacy هي الفعالية بالتجربة بالclinical trial. إنما الشابهات بس الافيكاسي هي بالايديال وورد او ايديال اكسبيرمنت، والافكتيفنس هي بالديلي وورد. طبعا اهم شيء الكل عاب على بعض الجماعه اللي مسوين بحوث، اي شيء اول سؤال سالهم انتم احنا اكو شيء اسمه اثيكال، انا خليته بالاخير اعتذر لازم اخليه لي قدام. الاثيكال هي كلش مهمه، يعني احنا بالبدايه لازم ناخذ كونسنت ولازم نخبر المريض بالكلينيكال ترايل والريسك اللي راح يتعرض له واحتمال وهل يوافق لو ما يوافق، مال نعطي فلوس للبارتيسيبنت. لازم نكون اونست وترانسبيرنت وناخذ موافقه المريض، وهذا هيلينسكي ديكلاريشن اوف هيلينسكي كلش معروف بالستينات 1964 اللي هو الاثكس بعد التجارب القاسيه اللي سووها الامريكان على افريكان امريكان. كل العالم اكو ستدي اسمه توسكيسي طوه للافريكان امريكان سيفلس وتاثوا كلش، وراها الناس كلها قالت مستحيل تجرب دواء على بيشنت بدون ما تاخذ الكونسنت مالته. ان سمري اخر سلايد، randomized controlled trial are gold standard to measure the effectiveness وال effectiveness with safety. Novel medication we need to have four phases: preclinical, phase one, phase two, phase three. واحتمال طبعاً لا phase four post marketing. إذا دواء هو already approved أنا أريد استخدمه للكوفيد ما يحتاج phase one بس يحتاج phase two, phase three. randomization وبلايندينج كلش مهم. شكرا جزيلا. وبالنسبه للاسئله اعتقد دكتور خالد اوريدي حاجز موقع بالسيستم. دكتور هسه احنا كل بالنسبه للمداخلات نرجو اساتذه بان يوضحوا لنا اولا مكان عملهم، وثانيا برفع الايد بلا زحمه.